عاتبت قلبي لما رأيت جسمي نحيلا، فألزم القلب طرفي وقال كنت الرسولا. فقال طرفي لقلبي بل أنت كنت الدليلا، فقلت كفا جميعا لقد تركتماني قتيلا. عاتبت قلبي لما رأيت جسمي نحيلا، فألزم القلب طرفي وقال كنت الرسول. أسماء، يا ذات أجمل عيون والوجه الحريري، كأن هناك شيئا يضايقك. هيا قولي لي ما هو، ها؟ أم أن شعري لم يعجبك؟ هل من الممكن أن لا أعجب بشعر أسمعه من صوتك الجميل؟ وهل من الممكن أن أحس بالظلمة وأنت تضيء ليلي بوجودك معي؟ ليتك تعرف كم أنتظر لقاءك بلهفة كل يوم. حسنا، وما الذي يضايقك؟ تكلمي. بصراحة أخاف أن أتكلم فلا يعجبك الكلام. أسماء، تكلمي. شهاب الدين. لم أفهم، شهاب الدين؟ هل فعل شيئا معك؟ أم أنه؟ لا، ليس هكذا. بالنسبة له أنا مجرد خادمة يمكن أن يثق بها، لكن ما يخيفني هو أن أقع في الأخطاء بسبب ثقته الزائدة بي يا سيدي. إنه يثق بي أكثر من أي شخص، ولا يتردد أن يخبرني بالأسرار التي يخفيها عن الكل. وحتى أمر القاتل أخبرني به أيها السلطان. كنت آخذ له الطعام كل يوم، وآخر مرة الرجل المسكين صار الزبد يخرج من فمه ثم مات. على الأغلب تسمم أيها السلطان. ولماذا لم تخبريني أسماء؟ خفت، لقد خفت أن أموت. ما علاقة موتك بهذا؟ شهاب الدين، على الأغلب أنه وضع سما في الطعام الذي أحضرته لذاك الرجل. هذا يعني أني بيدي، قد قتلت ذلك المسكين يا سلطان. سلطاني، أعرف أن ذاك الرجل مذنب، لكن لماذا لم يعاقبه هو بنفسه؟ لما أخفى الحقيقة عني؟ صدقني، حتى هذا اليوم أنا لم أؤذي نملة. تعرف أنني لا أفعل هذه الأمور. اهدي، لا أستطيع قتل أحد. تعالي. يا الله سامحني، لقد قتلت رجلا وقدمت له بيدي السم. حسنا، اهدئي، على رسلك. حسنا، لا تجزعي، اهدئي، سأحل الأمر، لا تقلقي. ليل أسود، عشق أجود، وظلام يملأ القلب بنور وبعيد.
عشق وهيام يا حبيبي طال يومي وملأت صدري أسهام أنت عشق يمسح ماضي الهيام تحلو الدنيا بوجودك تملأ الدنيا سلام ومرادي أن أكون قربك فوق الغمام. هيمة أمي، هيمة أمي استيقظي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خيرا يا ابنتي؟ لا تخافي يا أمي، خير. الشاه سليمان هذا باسمك. سليمان، سليمان، أنا هنا بقربك. وهل قال شيئا آخر؟ لا يا أمي، لقد ذكر اسمك فقط. آه يا ابنتي، سامحينا بحقك. أصبحت حالتك مزرية بسبب تعبك معنا، ولم تبقي بجانب أختك، وخرجت في طريق مجهول. ماذا تقولين أمي هيمة؟ سيدنا سليمان شاه هو مثل أبي أيضا، ولديه حق علي أنا وأختي. ثم بعد وقت قريب سأصبح كنته. كلما نظرت إليكما أدعو الله وأطلب منه أن يرزقني أنا وأرطغرل عمرا كعمركم. عندما علمت أنك طلبتني عروسا لابنك أرطغرل سررت كثيرا. جوجي، لقد تأخر الوقت ونحن منهكون، هيا نامي وارتاحي يا ابنتي. لا تؤاخذيني أمي هيمة، أخطأت الكلام. أنا فقط جوكجي يا ابنتي، هذا الأمر قسمة ونصيب، ولا يحدث فقط إن أراد الشخص أن يحدث، وما كتبه الله علينا في قدره سوف يحصل. هل فهمتي؟ هيا لنرتاح قليلا يا ابنتي، هيا ننام. لا تخف أيها الأمير، فأنت لن تجلد مثله، أنت تنحدر من عائلة نبيلة. اتركوا تورغوت رجاء. صاحب الدم الأصيل لا يحزن على مصير خدمه ولو رآهم يعذبون، هو فقط إن انزعج من مشاكلهم يحاول حلها. يا عظيم الشرف، لماذا لا تقتلونني؟ الأمر ليس بهذه السهولة أيها التركماني، سوف تتوسل لكنك ستعيش، لكن بالطريقة التي أريدها أنا. روحي واحدة وهي أمانة من الله، فكيف تستطيع أن تخيفني؟ في بعض الأحيان الإنسان يخاف من نفسه أيضا، لكنه إن لم يخف من نفسه
فسيخاف على أرواح الناس الذين يحبهم. هل أنا مخطئ جيوفاني؟ آهٍ يا بطل، لا تثق في شبابك وشجاعتك، فهنا لا وجود لهما. صدقني، لن يسمع أحد صوتك غير رب العالمين فقط. يا الله، كن عونا لي لأقاومهم. كلما أصبحت يائسا فتذكر بأن الله هو القدير، وعندما تجوع فتذكر أن الله هو الرزاق ولا يتركك. يا رب، رب العالمين بكل لحظة معك، لا تنسى هذا، واعلم بأنك الآن في مدرسة رسول الله يوسف. وإن بقيت تفكر وحدك فستصل إلى حالة تخاف فيها من نفسك على نفسك. لم أنجح فيه مع جيوفاني، سأنجح فيه مع هذا التركماني السافل. ولكن كم من الوقت يحتاج برأيك سيدي؟ بحسب ما هو مكتوب في الكتاب يستطيع التحمل 40 يوما فقط. وبعد ذلك؟ أنا لم ألحظ قدومك يا عزيزي توماس. أنت كملك الموت تأتي دائما بشكل مفاجئ. كيف حال ضيوفنا؟ إنهم الآن يستريحون في قصوري. وهل ستنتصر بواسطة الفئران التي تسجنها؟ حتى أنا لم أعد أفهمك يا بيتروتشو. عزيزي توماس، أنا لا أتدخل في أعمالك التي تقوم بها في أوروبا. أنت أيضاً لا تتدخل بأعمالي هنا. هذا خيارك. كنت أحاول أن أقنع البابا بالحملة الصليبية الجديدة لك. يوم ما سأحصل وبكل تأكيد على أمانتنا التي سرقت من صندوق المسمى ابن العربي، وأقسم باسم المسيح المقدس أنني أرى هذا اليوم، وإعادتها لن تكون على يد تيتوس وأمثاله، ستكون على يد ذلك التركي الذي سينفذ ما أطلب بمجرد أن أشير له بيدي دون أن يعصي الأمر. وكيف ستفعل هذا؟ بواسطة أسطورة آسيا القديمة. بقي لنا القليل لكي نجمع ثمار عملنا، فالمربي بالنسبة للعزيز الآن من الأموات. كل حلبة ستذكر شهاب الدين على أنه الخائن الذي عمل مع الصليبيين، وأنا سأظهر هذه الخيانة للعلن وأصبح أكثر رجل يثق به سمو الأمير في القصر. وماذا عن أرطغرل؟ أقصد الكايلار وموضوع وطنهم، سوف يحل اليوم صحيح؟ أترك الأمر لي، فالعزيز الآن أصبح عبارة عن دمية ألاعبها بأصابعي، وأرطغرل اليوم سوف يخرج من قصر الأمير وهو يخسر كل ما يملك. ليس هذا المطلوب، أنت مخطئ. أنا أريده أن يفهم أنه خسر ما يملكه
عندما يبدأ بمواجهتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن. أرطغرل، إنك لن. يا الله، أرطغرل انتبه. أرطغرل انتبه. الحمد لله، وضعك تحسن. أبي، أين هو يا جيت؟ هل حدث شيء له؟ قل لي أين هو الآن. اطمئني، اطمئني يا ابنتي، اطمئني. هو مع المحاربين. اهدئي، هكذا سينزف جرحك. أين نحن أبي؟ وصلنا إلى حلب يا ابنتي، نحن في مكان آمن. لما لم يأتي يا جيت إلى هنا؟ أنا أريد أن أرى أخي. إن شاء الله سترينه غدا. هيا الآن نامي قليلا، نامي كي ترتاحي. يا رب أرفق بحال الأبرياء، واجمعنا بولدي يا جيت وهو سالم معافى. الخادمة قالت لك الحقيقة، ذلك الرجل قد تسمم حقا سمو الأمير. أكجاكوجا، هذا الوباء ما حجم خطورته؟ ألم نتلف عشرات الحيوانات للتخلص من هذا المرض؟ نعم سيدي، فعلنا ذلك، ولكن هذا الولد الصغير لم يرد أن يفارق الحمل فخبأه. غدا سنبدأ الرحيل، ماذا سيحدث لهؤلاء؟ سيدي، لقد فعلنا كل ما بوسعنا من أجلهم، وسيعيشون 3 أيام أو أكثر. وهل سنتركهم خلفنا؟ أنا سأبقى معهم، أعرف أنني لن أنفعهم بشيء سيدي، لكن على الأقل أخفف عنهم الألم. أكجاكوجا، هناك من يرفض الرحيل، وأنا يجب علي أن أتكلم معهم بسرعة، لأنهم إن بقوا هنا سنقع في مصيبة. يجب عليهم أن يعرفوا ما قد حدث. هيا، كان الله في عونكم. سمو الأمير،
أحضرت رسالة شكر من قبيلتنا على منحك لنا وطنا هنا. سمعت بعض الأقاويل عن وضع وأحوال قبيلتكم، هل لديك رد على هذا يا أرطغرل؟ تكلمنا مع مربيك شهاب الدين وكل ما قيل لك كذب. حراس المعبد الذين يرون اتفاقنا خطرا هاجمونا، والذين حاولوا تلويث مخيمنا بالوباء هم نفسهم من ينشرون هذه الإشاعات. أنت تكذب يا أرطغرل. الأعداء الذين ظننا أنهم على حدودنا فقط موجودون داخل قصرك، لكنك لا تعرف. سمو الأمير، ما الذي تفعله هنا يا ناصر؟ وأين سمو الأمير؟ يا حراس، كيف تتجرأ؟ أخبر العزيز أني سأراه. اهدأ أيها المربي، ما يفعله الحراس الآن جاء بأمر من الأمير، يريد تحقيق معك في موضوع. أين هو كوردوغلو؟ لا أعرف أين ذهب يا سيدي، قال لي اجمع باقي الأشياء وجهز نفسك كي نرحل، وقال سيحل أمرا مهما وبعدها ينضم إلى القافلة. سينضم للقافلة؟ أي أن السيد كوردوغلو سيهاجر معنا أيضا. البارغو تكلم، فسيدك يخبرك بكل ما يفعله. أقسم أنني لا أعلم، لكنه قال إن هذا الأمر يتعلق بالشاه ولم يقل غير ذلك. لقد اهتزت العربة كثيرا سيدة هيمة. نعم دلديمير، معك حق، جيد أننا استرحنا هنا، فالحيوانات أيضا أنهكت من المسير. أتمنى أن يشفيه الله كي يدخل حلب على قدميه إن شاء الله. سليمان، سليمان،
سليمان هيا يا ابنتي ارجعي قليلا إلى الوراء كي يتنفس. سليمان كارد أغلق هيا تكلم لما لم يأتي الأمير إلى هنا؟ صدقني لا أعرف لماذا يتصرف سمو الأمير هكذا معك ذهبت إليه وطلبت منه كثيرا أن يقابلك ورغم ذلك رفض لكنه قرر منحك بعض الضمانات وقال إنه سيحاكمك محاكمة عادلة كي لا تظلم وأيضا سيحرص هو شخصيا أن تكون هذه المحاكمة عادلة هيا اذهب الآن يا ناصر يا رب لا أكترث لنفسي لكنني أخشى على العدالة فلا تدع الظالمين ينتصرون لو كانوا يريدون قتلي فليفعلوا لكن احمي الناس الذين سيرفعون اسمك وارفع كلمتهم عاليا يا رب أيها البطل التركماني سيد أرطغرل إن سمعتني لن تندم السيد تيتوس يقول لك إن النسر في القفص وبقي الذئب Ugh!
هيا تكلم. كلب من أنت؟ قل لي أين هو تورغوت وأين هو الأمير. تكلم. لن يكون الأمر بهذه السهولة. حمزة، هل كل المحاربين جاهزون لكي يؤمنوا الطريق؟ نعم جاهزون. إلياس فقيه، هل تكلمت مع عوائل من اضطروا للبقاء في المخيم بسبب الوباء؟ تكلمت معهم وحاولت تهدئتهم ولم أنجح. نطلب من الله أن لا يمتحن أحدا بأولاده، وإن فعل فليكتب له الصبر. آمين. أكجاكوجا، هذا المرض أصاب أحدا غير من عزلناهم؟ سيدي، هذه الأمور لا تفهم بالنظر إليها من الخارج فقط، ولكن والله أعلم أغلب ظني أنه لم يصب أي أحد غيرهم. وإن كنت ترى الوضع مناسبا الآن فلا يوجد شيء يمنعنا من الخروج. الوضع مناسب، سوف نرحل. والآن من أجل عجائز القبيلة ومن أجل الأطفال في المهود وبحسب قول جدنا سنمشي لوطننا الجديد. الأجواء كلها متوترة، لماذا تنادينني إلى هنا؟ أنا أعلم أن كورد أوغلو لم ينجح في قتل سليمان شاه. لا تهتمي يا سيلجان، فقريبا ستأخذين بثأر أبيك ألبسونغور بيديك، وسليمان شاه لن يكون له أي ذكر بعدها. لكن قبل ذلك عليكما أن تتخلصا من بلاء آخر. ما هو هذا البلاء؟ الوباء. قريبا سوف يتفشى في كل المخيم. عليك أن تحمي نفسك وتحمي ابنك من اللعنة. لكن المرضى تم عزلهم الآن والحيوانات أحرقت، فكيف يتفشى؟ أنت مخطئة. الوباء سيحصد الكثير من الأرواح. من يصاب بهذا المرض لا ينجو، وأي أحد يصاب به يعزلونه. أنا لدي الحل. ستشربين من هذا كل يوم، سيحميك أنت وزوجك، والأهم أنه سيحمي ولدك من بلاء لا مفر منه. ما الذي كنت تفعله هنا يا كورد أوغلو؟ من أجل سلامة سيدنا أتيت بحصان مسرعا إلى هنا ولم أتأخر عليه. أخي بالدم وأخي بالروح. هذه فراسة كورد أوغلو؟ كيف عرفت أن الرجل أتى إلى هنا ويريد قتل سيدك؟ أم هيمة، هذا الكلب بوزوك أتاني في وقت سابق وسألني عن موت والده.
وكان قد سمع باتهام غوندوغدو لي في المجلس، فظن أنني من قتل أباه ووضع سكينه على رقبتي، وأنا مع ذلك تفهمت وضعه، فهو ابن قبيلتنا في النهاية. أشفقت عليه وسامحته على إساءة الأدب، لكن عندما قال لي غوندوغدو أن خيمة سيدنا هجمت في الليل، خطر ببالي حينها أنها محاولة قتل لك لا قدر الله، فقلت لنفسي من يدري بماذا همس في أذني هذا الشاب، ولم أستطع التحمل وخرجت في الطريق، ثم أتيت مسرعا إليكم. ما الذي حدث لقبيلتي؟ انتشرت فيها الخيانة وتفرق المحاربون والناس تشتتوا. لم تغمض عينيك طوال الليل، أم مخطئة لأني قلت لك هذا الكلام؟ لست أنت سبب الهم، على العكس، بفضلك عرفت من يدبر المكائد والمؤامرات هنا. خدمت سيدي الوزير لسنوات وهو رجل صالح، ولم أرى منه تصرفا خاطئا، لكن ليس المهم أن نمشي على الطريق، بل المهم أن لا نحيد عنه لمرة. أعرف أن شهاب الدين وزير جيد وقد قدم الكثير لدولته، ولكن هذا لا يعني أبداً أني سوف أغض النظر عما فعله. بما أنني أخبرك بالأمر، أحس بأنني المسؤولة عن الذي ستفعله بخالك. شهاب الدين توغرل ستكون عقوبته على قدر تصرفاته. قلت من قبل، أياً كان الخائن الذي يعمل مع حراس المعبد، فسوف أعلقه على برج القلعة ليكون عبرة لمن يعتبر.